صباح الخير والسعادة يا شباب، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج. كل سنة وكلكم طيبين وبخير وسعادة، وكلنا يا رب يبقى عندنا كل أحلامنا بإذن الله تتحقق في السنة الجديدة، تبقى سنة ما فيهاش أي أوجاع ولا ألام ولا أمراض ولا فيروسات ولا أي حاجة في الدنيا خالص تزعجنا، كمان يبقى سنة كلها نجاح وتفوق للشباب، فيها تفكير لبكرة، في أمل وطموحات، فيها كل خطوة بنعملها تبقى ناجحة وفيها ثبات وفيها وصول لكل اللي احنا عايزينه إن شاء الله. استعد للسنة الجديدة بكل قلب مفتوح وفرحة وسعادة، وإن شاء الله ربنا هيديك كل اللي انت عايزه وزيادة. المهم تشتغل وتجتهد وتفكر، كل اللي عليك بس انك تعمل كده، تسعى وتعمل كل اللي انت تقدر تعمله، وتفكر في حاجات جديدة كمان ممكن تقدمها لنفسك وللمجتمع، وأكيد إن شاء الله تبقى سنة جميلة وسعيدة على كل الناس وعلينا إن شاء الله. دلوقتي نروح لفاصل، ترجعوا لنا تاني. تعتبر المواهب الشابة الفنية واحدة من أهم الثروات القومية وأهم عناصر ومظاهر الإبداع التي تحدث على هذه الأرض، كما أنهم الوسيلة المؤثرة والقادرة على إظهار ما لدى الشعب من ثقافة وتحضر وإنتاج مختلف ألوانه من الفنون العظيمة. ولكن لا يمكن للموهبة أن تنمو وتزدهر بدون رعاية أو اهتمام. دور الآباء مثلا ان هم يكتشفوا في ابنهم او بنتهم او الاولاد بتاعتهم يعني ان هم الموهبة بتاعتهم ايه، وبعد كده بيشتغلوا عليها، وبعد كده الطفل هو خلاص هو حابب دوت وهو حد وصله للنقطة دي، تمام، فبيبتدي ان هو زي الزرعة كده بيسقيها وبيشتغل عليها. الموهبة مش هتنمى لوحدها، يعني مش هتطور فيها غير لما امارسها، فده لازم يحصل. المفروض ان احنا ننمي الموهبه اللي عندنا في الرياضه، في الاغاني، في الفن، في اي حاجه. بس يعني انا عندي مثلا موهبه الغنى، اروح دار الاوبرا اشوف اتدرب اشوف الدنيا فيها ايه، اشوف ايه الجديد، ايه اللي انا لازم اعمله. سنه جديده وحلوه على الجميع، وان شاء الله يبقى كلها افكار جديده وافكار فيها فعلا روح الشباب وحماسهم. الشباب لما تيجي تفكر في موضوع او في حل مشكله بتفكر بجوانب مختلفه، وبتفكر كمان في حلول من المستقبل. يعني كلنا بنتكلم عن السياحه وعايزين تنشيط السياحه، وندعو كل الشباب وكل الاسر انها تزور الاماكن المهمه في بلدنا والاماكن الحضريه والاماكن الاثريه والسياحيه بمختلف انواعها طبعا، لكن فكر الشباب مختلف. لا عشان احل النقطه دي لازم اعمل خطوه معينه، الخطوه دي هي اللي توصل للناس وتعرفهم بحضاره بلدهم وتمحو اميه التراث المصري الحضاري. هي في حاجه اسمها كده؟ في اميه طبعا لكل مجال من المجالات، انك ما تعرفش اي تفاصيل فيه، ما تعرفش حاجه عنه خالص، ما تعرفش كمان اهميته. هتروحوا ازاي بقى وتعرف الاماكن الحلوه اللي فيه، وهيبقى عندك اشتياق انك تزور كل مكان حلو في بلدك ازاي؟ فكر الشباب هنتعرف عليه حالا من خلال فريقين او مجموعتين ابدعوا انهم ينشطوا سياحه مصر ويعرفونا الاثار المصريه ويعلمونا يعني ايه انتماء لوطننا من خلال حب لكل تراب مصر وكل فتفوته موجوده على ارض مصر، كل اثر ممكن تكون ما تعرفش عنه اي شيء. اهلا بضيوفنا طبعا، معانا النهارده احمد الاشقم مؤسس فريق مسار الاثار. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك وسعيد بوجودي مع حضرتك النهارده. اهلا بيك. وامجد نجيب مرشد سياحي ومع احمد في الفريق بتاعه. اهلا وسهلا بحضرتك. مسار الاثار. بالظبط. وكمان معانا محمد علي. اهلا بيك يا محمد، اتعرف على حضرتنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اسم الفريق بتاعك، اتعرف على حضرتنا. تمام. عايزه ابتدي باحمد وتكلمني عن الفكره مسار الاثار. الفكره جات لكم ازاي، وحاولتوا ان انتوا تكونوا فريق ازاي، وايه الدور اللي انتوا ممكن تكونوا عايزين توصلوه للناس؟ بدايه الفريق. في البدايه مسار الاثار اتاسس في 5/12/2019. الهدف من فريق مسار الاثار هو نشر الوعي الاثري، محو اميه التراث المصري بالنسبه لطوائف الشعب المصري، كمان مساعدة طالب التاريخ أو طلاب التاريخ المتخصصين في مجال التاريخ، نفتح طريق جديد بالنسبة لهم لمجالات مختلفة. فمن هنا حبينا أن احنا نبدأ نوسع مجال التاريخ شوية. تمام. أنت قلت أنك هتوصل للمتخصصين، هتوصل للمتخصصين عشان تساعدهم. طب ما هم عندهم يا أحمد معلومات كفاية قوي، مش أنتوا بتدرسوا في الكلية كل حاجة عن الأثار، وبتروحوا رحلات ميدانية
وكمان عندكم يعني ممكن تدخلوا على اي صفحه متخصصه على الانترنت او اي كتاب تقروه، عندكم مكتبه كبيره، ايه الاضافه للفريق للمتخصصين؟ التعليم الجامعي طبعا له دراسه ومناهج، التعليم الذاتي او البحث الذاتي اللي انت بتشتغل على نفسك فيه لازم يكون في حاجات مختلفه، اكيد مش هدرس كل حاجه في مجال التاريخ، اكيد مش هدرس كل الاماكن الاثريه، فبالتالي انا لابد ان انا يعني اشتغل على نفسي، ابدا اتحرك وانزل اماكن جديده، عمليه البحث سواء جوجل او اي موقع او اي بيج اي حاجه لازم ان انا ابدا انزل المكان ده وابدا اشوف المكان ده. من خلال نزولي للمكان ببدا اتعرف على اماكن جديده، كمان لابد ان انا يبقى عندي رؤيه مختلفه لاماكن مختفيه، لازم ان انا ابدا احط الاماكن دي على الخريطه السياحيه بالنسبه يعني لاي مكان اثري مختلف او مختفي عن اعين الناس شويه. كمان الاماكن الاثريه المشهوره طبعا كل الناس بتبدا ان هي الانظار متجهه اليها، فبالتالي انا لابد ان انا يبقى عندي دراسه كافيه عن المكان ده، مش مجرد دراسه تاريخيه فقط لا غير، عندنا دراسه معماريه او دراسه تراثيه ببدا ان انا اتعرف عليها. صحيح. الفريق بتاعكم اكيد فريق مميز جدا لان انتم مقررين تفيدوا الناس بشكل عام، وقلتوا كمان احنا هنعمل على محو الأمية الخاصة بالتراث المصري. الكلمة دي كبيرة جدا، علشان ما يبقاش عندي أمية في التراث المصري محتاجة ايه؟ ايه المعلومات اللي انا محتاجاها علشان اقول ان انا مثقفة تراثيا، او على الاقل ما عنديش محو أمية؟ دي حقيقة، يعني ما عنديش أمية. دي حقيقة. حضرتك دايما تلاقي السياح او الوزارات او الحاجات زي كده دايما بتهتم بالسياح، بس سايبين الناس من جوه، الناس من جوه مفيش اهتمام قوي، فاحنا دورنا كرجال تاريخ او اثار، فاحنا مطلوب مننا ان احنا نهتم بالجو ده كطلاب او كناس عندها ما عندهاش خلفيه كفايه عن التاريخ، فاحنا مطلوب مننا ان احنا نعرفهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام. احنا دايما بيبقى في طلاب محتاجه زي نظام ما عندهاش انها تقدر تشرح او ما عندهاش مثلا الخلفيه الكفايه، فاحنا دورنا ان احنا مثلا علشان احنا اتخرجنا وخدنا كورسات وخدنا دورات فبنسهل الدنيا عليهم شويه. احنا برضو علشان الدنيا كانت عندنا صعبه فشفنا الدنيا كانت واصله ازاي بصعوبه كبيره، فاحنا لا ثواني بقى، الدنيا صعبه ليه وايه الصعوبه الكبيره؟ فهمني يعني انا لما اجي ادرس الاثار ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهني؟ لان الدنيا كبيره، الدنيا الاثار كبيره جدا. دي حاجه تفرح جدا، حاجه حلوه يا جماعه، بس ان حضرتك تلمي كل ده كتير جدا. ان حضرتك بتلمي الاثار التاريخ والقبطي والفرعوني والاسلامي والمصري الحديث واليوناني والروماني، ده كتير جدا، فحضرتك مفيش حد تلاقيه شامل في كل ده. عندكم تخصص؟ انا ارشاد سياحي، فانا تمام. انا المفروض انا شامل حاجة؟ لازم كل حاجه، فحضرتك ده دي فالموضوع انا بتكلم من تخصص، انا فالموضوع جدا تلاقيه صعب شويه. فانك تلاقي حضرتك مثلا تروحي مثلا عايزه حاجه في التاريخ فتروح الدكتور فرعوني، عايزه مثلا حاجه في الاثار الاسلامي تروح حد تخصص اسلامي، فانك انت تبقى مرشد سياحي لازم تبقى شامل بكل ده، تبقى عندك خلفيه من كل واحد شويه. خلفيه ايه ده؟ انا اسال اي سؤال المرشد السياحي يجاوب على طول؟ ما هو ده المفروض. مفيش حاجه اسمها ده، انت لازم يكون عندك معلومات قويه. انا اتخيل اقول العقد اللي كانت لابساه الملكه ده كان يا ترى هو حجر كريم نوعه ايه، فتقول لي على طول. حضرتك بقى انا عايز اقول هوصل حضرتك كمان معلومه، ان بتاع التاريخ عنده خلفيه في التاريخ كتيره، وبتاع الاثار عنده خلفيه كتيره في الاثار، المفروض المرشد يبقى عنده خلفيه في الاثنين بلس اللغه طبعا. فهو الموضوع بالنسبه لنا يعني جميل 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 بالظبط. بقيت السنه نتكلم كلام حلو بالظبط. جميل. محمد اتعرف على حضرتنا مجموعه تانية او فريق تاني. محمد فكر ازاي يعرف الناس عموما بالحضاره المصريه، ومنساش ابدا شريحه مهمه جدا لو اتربت على حب الحضاره المصريه وكل التراث الجميل بتاعها هيفضل على طول عايز ياخد معلومات وعايز يحافظ على تاريخ بلده ويبقى دايما متقدم. الاطفال، صح يا محمد؟ صح كده. انا بدات مع الاطفال، انا بدايتي كانت في 2019 شهر 11 تمام. بدات اشتغل مع كل الفئات، انا اكتشفت ان ما اسستش طفل ان هو يعرف اثار بلده، يعني نزلت في جمعيه السبع ونزلت مع اكاديميه في المقطم، فانا لما عرف الطفل على الاماكن والمكان ويهتم وزاره هيطلع عارف، والطبيعي الاسره كلها هتبدا تهتم بالموضوع. انا مثلا يا اما خليش الطفل بدل ما يدرس الاهرامات في الكتاب نظري لما يروحش هناك ويشوف، انا لما اشوف بعناية احفظ افهم اكتر الموضوع
ويبقى الموضوع عندي سهل، وبدات اشتغل على الحته دي. وبعدين انا لما اشوف حاجه في الكتاب ما بيبقاش عندي في ذهني اسئله كتير، لكن لما اروح المكان نفسه اقعد اقول اتعمل ازاي، مين اللي عمله، طب خد وقت قد ايه، طب ده صعب ولا سهل، طب انا عايز ادخل جوه. في حاجات كتيره قوي لما تزور المكان غير لما تشوفه في صوره. صح جدا، زي ما انت بتقول. صح جدا، يعني الطفل ما بيشوفني انا، طب انا شفت ده في الكتاب، ما قاليش كده ايه، انا طب انا ما دخلتش هنا، بيبقى عنده شفافيه اللي هو يشوف المكان ويعرف تفاصيل وتفاصيل اكتر كمان، عنده شغف انه يدخل مكان، عنده كمان فضول لاجابات كتيره جدا يعرفها عن اسئله جواه. يعني على عكس الكبير، يعني انا عشان صغير عايز اشوف اكتر، الكبير ده انا عايز حاجات بسيطه وامشي، لا ده عايز اعرف تفاصيل تفاصيل اكتر. فدي نقطه كويسه جدا، احنا اهتمينا بالاطفال من المراحل الابتدائي لحد ما نطلع معاهم بالجامعه، هنوصل لفئه كويسه. الفئه دي هتدخلنا كمان دخل السياحه، صحة داخلية، لأنه اتربى على حب الآثار وحب الأماكن السياحية، فهيبقى دايما بيفكر إيه الجديد عشان أروحه، إيه اللي ما زرتوش قبل كده، وفعلا جزء كبير في تنشيط السياحة. أهداف الفريق بتاعك إيه؟ يعني أنا اتكلمت في الأول عن تنشيط السياحة الداخلية، وقلت إن تنشيط السياحة الداخلية هو بصراحة هو دور على كل مصري، من أول التجار الصغيرين البياعين اللي موجود في الموجود في المكان السياحي، القهوة الصغيرة اللي موجودة، استقبالها للناس سواء إذا كان الوفود خارجية أو داخلية، طريقة التعامل، كل حاجة، يعني اي تفصيله صغيره جدا ليها دور كبير في تنشيط السياحه الداخليه. اكيد ده العنوان الكبير والهدف الاكبر، شايف نوصل لده ازاي من خلال فريقك؟ حضرتك في مسار الاثار عملنا حاجه مميزه جدا بالنسبه لكلام حضرتك، عملنا مبادره اسمها مبادره التراث. دي مبادره داخليه عندنا في الفريق بتضم كل التراث المصري، سواء حتى لو مكان مر عليه حدث تاريخي، مرور العائلة المقدسة من المكان ده، أي حدث تاريخي، دخول الإسلام لمصر من المكان الفلاني، بيبقى عندنا في مبادرة التراث بنبدأ نشتغل على كل محافظة لوحدها. اشتغلنا في محافظة الشرقية، الحمد لله قدرنا من خلال مبادرة التراث وشغلنا في محافظة الشرقية اكتشفنا أماكن يعني جميلة جدا وأماكن لها تاريخ كبير جدا. عندنا في مدينة الزقازيق يعني وصلنا للمكان اللي من خلاله اتأسست مدينة الزقازيق اللي هي القناطر التسعة، فدي كانت عملية شغف كبيرة جدا، انك بتوصل لمكان ابتدت منه حكاية كبيرة جدا. المكان اللي وصلنا له اللي هي القناطر التسعة، وقدرنا ان احنا في وجودنا في المكان نبدأ نتكلم عن مدينة الزقازيق وتاريخ انشائها، كانت عملية شغف كبيرة جدا وعملية حب كبير جدا بالنسبة لكل الناس. الناس من خلال وجودنا هناك اللي رايح واللي جاي بدأ يسأل ويشوف الناس دي بتعمل ايه، ليه موجودين في المكان ده، يعني بالذات يعني انتوا ليه جايين هنا، المكان ده مش معروف بالنسبه للناس. فبدانا ان احنا نعمل عمليه ترويج لاهل المكان نفسه، ان ده مكان نشات من خلاله مدينه الزقازيق. بالاضافه لذلك يعني كل الناس تعرف جامع محمد علي باشا في قلعه النصر صلاح الدين، لا ده في كمان جامع لمحمد علي باشا في مدينه الزقازيق. تراث وتاريخ كبير جدا، حاولنا ان احنا من خلال مبادره التراث وشغلنا على كل محافظه لوحدها ان احنا نضم كل الاماكن الاثريه والتاريخيه، حتى لو مكان له يعني ممر تاريخي او معبر تاريخي لازم نتكلم عنه برضه، لازم نعرف لمحه عن كل شيء موجود في بلدنا. هنطلع فاصل وترجعوا لنا تاني. احنا ما نقدرش نحب اي حاجه في الدنيا الا لما نتعرف عليها. لما تكون مش عارف حاجة معينة ما بتقدرش تكون مشاعر تجاهها، تعرفش إذا كنت بتحبها، تكرهها، تنتقدها، موافق عليها، رافضها، حاجات كتيرة قوي متوقفة على المعرفة، إنك تعرف حاجة معينة. عشان كده لازم نتخطى موضوع إن إحنا ما نعرفش أماكن في بلدنا نحبها أو لأ ليه، يعني نقول المكان ده بنستريح له إزاي، المكان ده بنحبه ليه. لازم يكون فيه معلومات كتيرة جدا عشان نتعرف على حضارتنا، ومن هنا هيجي شعور إنك بتحبها وعايز تزورها وتتواجد فيها. لأ وكمان هيبقى أنت كمان جوه منظومة لترويج السياحة، لأن أي مكان هتزوره الصور بقى والحاجات اللي انتوا بتتصوروها للأماكن الجميلة اللي انتوا بتروحوها مهما كانت بسيطة، مهما كانت ما هياش ليها قيمة تاريخية، ما بالك لو زرت مكان ليه قيمة عند المصريين وقيمة وجزء كبير من تاريخك. هتشير الصورة وكل أصحابك في كل مكان على شبكات التواصل الاجتماعي، هتعرفهم بأهمية المكان، ومعلومة في سطر واحد ممكن تكون كافية جدا للترويج عن هذا المكان القيم الثري. عايز أعرف بقى مكان حلو
وازاي بتقدمه للاطفال او الشباب او لاي شريحه سنيه، بتقول لهم ايه عن المكان علشان يحاولوا يزوروه او يحبوا يزوروه؟ احنا لو هنبص اماكن الناس كلها بتزورها، شارع المعز، شارع المعز فيه حاجه اسمها سبيل. يعني الاطفال ما يعرفوش ايه سبيل، في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه سبيل. فكره بسيطه عشان اوصلك يعني ايه سبيل، اقول لك ان الكودين بتاع الوقت اللي احنا عايشين فيه ده الكودين بتاع زمان. فديت كمعلومه بسيطه، هو شايف الكودين قصاده، بس في زمان عملنا كودين مختلف على شكل سبيل. تمام، دي بتجذب الناس بطريقه كويسه جدا. وحاجه كمان في المعزه، وروحنا في قبه قلاوون، تاني اجمل قبه ضاحيه نشوفها في العالم بعد تاج محل. فالناس وهي داخل القبه لازم نعرفهم ان احنا واقفين في كمباوند متكامل. قلاوون السلطان قلاوون ما عملناش قبه، ده عملنا مدرسه وبمستار ومستشفى، وكمان عملنا حمام وعملنا سبيل وغير القبه بتاعته. وكمان هنعرف الناس في مجمع الاديان، مجمع الاديان احنا البلد الوحيده اللي فيها مكان بيجمع الاديان السماويه الثلاث. فدي حاجه بتدخل لنا شعور كويس جدا. انا بعرف الطفل او بعرف الناس بشكل عام على المسجد ومكوناته من جوه والكنيسه والمعبد اليهودي، هو بيشمل الاديان الثلاثه مع بعض. فدي بتبقى حاجه في منتهى الروعه بالنسبه لهم كمان، وبالنسبه لي انا بوصل لهم حاجه زي دي. طبعا اكيد. رحلات مجانيه من ضمن البروجرام بتاعكم، فهمني بقى الرحلات دي بتروحوا فين؟ بتجمعوا الناس ازاي؟ بتروجوا الفكره للشعب عموما، كل الفئات اللي ممكن تكون على صفحتكم، وبتبداوا تخططوا ازاي لرحله جميله؟ طبعا لازم تكون جميله بكل المقاييس علشان يبقى عندهم احساس انهم هيزوروا المكان ده تاني، او على الاقل فرحانين جدا انهم زاروه، وهيبدا يبقى فيه في الذاكره معلومات كتير عنه وينقلوها طبعا للاخرين. كلمني عن الرحلات المجانيه وازاي التخطيط ليها. تمام، هي الرحلات بتبقى مجانيه لان احنا كلنا الاغلب بيبقى طلب التاريخ، فالدخول بالنسبه لنا بيبقى مجاني. تمام، فهي الفكره بس كلها احنا بنتفق على مكان كلنا نتجمع فيه، فبنقول لهم مثلا احنا رايحين الاهرامات. في ناس سواعي بيبقى لو الاعداد كبيره بنجيب باص، وطبعا بيبقى اشتراك مدعم وبسيط جدا على اساس الناس تيجي، وبين الدخول بندخل الاهرامات فبيجي ناس بتشرح مننا. اهم حاجه هدف الفريق عندنا ان الناس نعلمها ازاي تشرح. بنجيب الطلبه اللي لسه في سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، بنعلمهم ازاي يشرحوا، ازاي يقفوا قدام الناس، ازاي ياخدوا الكاريزما، ازاي ياخدوا الثقه في نفسهم انهم يشرحوا. طبعا السبب الاول اللي هو بيخلينا الناس تعرفنا بيبقى السوشيال ميديا، ده رقم واحد. طبعا كل واحد بيبقى لنا زي نظام فروع، كل طالب احنا بنشتغل على الفكره دي دلوقتي، ان احنا يبقى لنا كل طالب في كل مكان هو اللي نعرفه، هو اللي يجيب لنا الطلبه ويعرفهم الفريق بتاعنا ويشهرنا اكتر. فهو من خلال الموضوع ده كده بنلم ناس وعدد اكتر، وبنلم بعضينا ونروح وندرب بعض. في غير متخصصين معاكم في الفريق؟ في ولا غير صعب؟ متخصصين لا، موجود معانا طبعا اسماعيل محمد خريج كليه شريعه وقانون. بعيد خالص عن التخصص. بعيد خالص، هو اسماعيل يعني صديقي من الطفوله، لما عرضت عليه فكره من البدايه حب الموضوع جدا وانضم معانا وموجود. طبعا هو ماسك هو مدير التنظيم في الفريق، وان شاء الله يعني ربنا يكرمه كده في الخطوه الجايه في مجاله. في مجاله ولا هيدخل مجالكم؟ لا، هو معانا موجود في المجال بتاع التاريخ والآثار، لكن هو كذلك الأمر برضو عنده شغف للمجال الخاص به أيضا. أكيد طبعا أكيد، بس ده حاجة يعني ممتازة أنك تقنع غير المتخصصين. يعني بجانب أنتوا شايفين أن محتاج مؤهلات كتير أو محتاج تخطي صعوبات زي ما قلت علشان يبقى فيه إلمام بكل حاجة، فده كويس إن غير المتخصصين كمان عندهم إحساس بضرورة المشاركة. حضرتك إحنا بينزل معانا ناس غير متخصصة في مجال التاريخ والآثار والإرشاد السياحي زيارات بشكل كبير جدا. يعني عندي بينزل معايا طب وصيدلة وهندسة وعلوم، بينزل معانا تجارة وزراعة، بينزل معانا كافة المجالات، ناس عندها حب وشغف وبشوف عندهم معلومات قيمة جدا جدا جدا. احنا يعني في اوقات بنستفاد منهم جدا في المعلومات دي، لان هم بيبقى عندهم شغف للقراءه. طالما في حب وفي شغف فاكيد هطلع منك معلومات كويسه، غير ان انا حد ماسك روايه. يعني انا دايما اقول لهم ما تمسكش روايه، امسك كتاب تاريخ، صدقني ده اهم روايه ممكن يعني
تمسكها وتقراها في حياتك. والروايه 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 لان في احساس فني مختلف عن اي شيء. انا بشكركم جدا طبعا بجد، انتوا شباب رائع وقدرتوا تقدموا مشروع هايل جدا، ان شاء الله يبقى فيه استفاده مجتمعيه كبيره واستفاده كمان في ترويج السياحه. كان معانا النهارده احمد الاشقم وكمان امجد نجيب ومحمد علي، شكرا ليكم يا شباب، اشوفكم على خير طبعا في مشروعات ومبادرات قويه جدا. ربنا يخليك يا رب. سنه جميله وسعيده على الجميع، سنه كلها خير وسعاده واشراق وحب للعمل وبركه من الله لكل خطواتنا اللي قررنا نعملها، وان شاء الله كمان يبقى فيه افكار جديده ومختلفه دايما معانا في البرنامج للسنه الجديده. خليكم معانا، الى اللقاء.